اهلا بنات، اشلونكم؟ شخباركم؟ شو مسويين في الدنيا؟ هو غالبا ان انا شارية اكياس فرن ومقطرة وحجم كبير، يعني اللي هو بتاع شغل يعني. فانا عندي مكرونة وعندي فرخة وعندي ايه اكياس فرن، فانا قررت اعمل مع مكرونه بالفراخ في كيس الفرن، واذا نجحت التجربه استنوا نسخه كبسه منها. اوكي، عشان نبقى على نور يعني، فهدوا صلوا على النبي ونستنى التجربه تكمل ونشوف النتيجه، نحكم عليها من الاول. يعني هنزعل، هنخسر بعض، واحنا عايزين يعني احنا بنحب بعض، صح؟ بتحبوني وبحبكم، فنصبر. دي مش زي البصل مع الفراوله يا جماعه، دي مكرونه بالفراخ بس في كيس الفرن بس. يلا هنحضر الخلطه. بصل، انا هستخدم بصلتين وسط، الجزر اختياري بس بيعطي طعم لذيذ وقيمه غذائيه. 2 طماطم ومعجون طماطم كمان طبعا، عشان عايزين المكرونه تطلع حمرا. فاخدلي تقريبا كده نص علبه من معجون الطماطم، وهضيف عليها طبعا الثوم علشان ما ننساهوش، فلفل اسود اعشاب لو تحبوها يعني مع المكرونه حلوه، او ممكن تضيفي اي بهارات تحبيها، والملح اللي يكفي المكرونه والفراخ، ودي ربع معلقه يعني تقريبا ضيف لكم معلقتين صغيرين مليانين. هضيف عليهم نص كوبايه ميه وزيت، تحب زيت زيتون تحب زيت نباتي اللي تحبيه، بس مثلا في حدود الربع كوبايه اللي تحبيه، بس مثلا في حدود الربع كوباية. اوكي، وهضربهم مع بعض. البشر كلها حلالها يعني تعمل اكشن وانا بصور، اللي عنده حاجة يقولها، اللي عايز حاجة يرتب حاجة بيرتبها. استنى، الفراخ مقطعها 8 قطع علشان تستوي بسرعة، وهنزل عليها خلطة ونعمل لها مساج كده علشان تتشرب التتبيلة كويس جدا يعني، حبة كده. هي اللي صوت، استني لحظة، استني استني، تعالي وقفي التصوير. هاخد الصينية، وفي نفس الوقت هيبقى تخفيف التقديم. اوكي، حط المكرونة، عليها بقى الفراخ بالخلطة. هوزع الفراخ على الوش كده، ومش هضيف اي سوائل ولا اي شيء، انا هعتمد على الصوص وعلى السوائل اللي هتنزل كمان من الفراخ. تمام، مش هنعمل فيه فتحات ولا اي شيء. فاكرين لما عملنا محشي الفرن مع الفراخ بدون ما نحط عليهم اي سوائل، لان هينزلوا سوائل والبخار هيعطيني التسوية باذن الله باذن الله باذن الله، ما نتفضحش وتطلع مظبوطة. الفرن على حرارة 220، وهتاخد لها يمكن حوالي 45 دقيقة ولا حاجة، لان الفراخ متقطعة 8. يلا باي باي، ونشوف النتيجة هتبقى ايه. خلونا بقى نطلعها ونشوف الدنيا فيها ايه.
نفتح عشان كمان نحمر الفراخ. عايزة أتأكد المكرونة مستوية من اللي حاصل كده. نقرب مع بعضينا شوية، شوفوا المكرونة مستوية ومفلفلة، لأ حلوة أوي. الفراخ كمان قربت تحمر، بس طبعا عايزة ايه أحمرها أكتر، فهكشفها كده شوية تتحمر أكتر. خلوني بس كده علشان تتحمر تحمير. بس شوف المكرونة بس، واو يعني الفراخ تاخد لها تحميرة حلوة. انا حمرتها في الفرن وطلعتها، خلوني اوريكم. شوفوا الجمال، طلعت تحفة 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 تحفة. اي حاجة بس كده خضرة، نكسر اللون. عايزة اوريكم المكرونة من جوه، شوفوا عاملة ازاي، بجد رهيبة يعني. خلكوا جواها، شوفوا. خلينا نجيب الطبق، شوفوا مفلفلة مستوية، روعة روعة روعة. لا خلاص استنوا الكبسة بنفس الطريقة، شوفوا عصرة ليمون. شبت كزبرة بقى اللي عندك، مش مشكلة. إيه طبعا التسوية مش محتاج ان انا اقول لكم يعني، اها بالمعلقة اها. ولا طيب يا بنات، اكد من الطعم بس. ربنا خطيرة، كأنك مسبكة يعني، طعمها بجد مسبك.